اليوم حعملك وصفة كتير هي روعة، ما بين البانكيك والوفي من القمح الكامل. إن شاء الله كتير حتعجبكم الوصفة. لا تنسوا الاشتراك، تعملوا لايك. يلا روح على الوصفة. كوب واحد من اللوز الخام الغير محمص 135 جرام. نوضع ماء من الصنبور ومنتظر لليوم الثاني أو أقل شيء 6 ساعات. هيك بعد ليلة كاملة نوضعه بالخلاط. نوضع 3 كوب من الماء من الصنبور ونطحن جيد. هيك تقريبا بعد 3 دقائق طحن بنصفيه، وهذا ممكن نستخدمه لمعجنات أو لخبز للكيتو دايت. ممكن نستخدم أي حليب أنتو حسب نظامكم الغذائي. نسكب 1 كوب من الحليب. نوضع دقيق القمح أو الشعير أو الدقيق الأبيض 1 كوب. ممكن تستخدموا أي نوع دقيق، هذا دقيق قمح، ممكن تستخدموا دقيق الأبيض. وكوب الحليب بنضيفه بالتدريج، لأنه الدقيق الأبيض بيحتاج سوائل أكثر حسب نوع الدقيق وحسب كمية الرطوبة فيه. إحنا ما بنوضع الكوب مرة واحدة، بنوضع الكوب بالتدريج. المكونات الرئيسية هي 4 مكونات: الدقيق والحليب والخل والبيكنج باودر. هذه هي الأساسية، وبعد هيك كل هذا هو اختياري، ممكن نحذف ممكن نبدل. بيكنج باودر 1 معلقة صغيرة، 1 معلقة كبيرة خل. أي خل ممكن احنا نستخدم، تفاح او الخل الابيض. الهيل هو اختياري، 1/4 صغيرة. المحلي اي نوع، الكمية والنوع هو اختياري، لكن لو كان سكر ممكن 2 معلقة طعام كبيرة. والملح قليل من الملح، 1/4 صغيرة من القرفة، 1/4 صغيرة من الفانيلا أو قليل من الفانيلا حسب المتوفر عندكم نوع الفانيلا. كوب من الحليب بنضيفه بالتدريج، حليب اللوز أو أي حليب حسب نظامكم الغذائي. ممكن نستخدم 1 كوب أو أقل أو أكثر حسب نوع الدقيق وحسب كمية الرطوبة الموجودة فيه. مثل هيك لازم يكون، مثل ما انتم شايفين هيك لازم يكون. وإذا ممكن الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ممكن نعمله بالمقلة أو بالفرن، هيك حفرجيكو خيارات، والحجم هو اختياري أيضا. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل على 200 درجة مئوية في الرف الأوسط، تقريبا بياخد 10 دقائق. نتركها حتى تبرد تماما. هيك بعد ما بردت هي كتير روعة مثل ما انتم شايفين، مميزة. بصراحة الطعم كتير روعة. ممكن نعمل بالمقلة، نوضع زيت جوز الهند، قليل من زيت جوز الهند أو حسب الدهون أو حسب نظامكم الغذائي نوع الدهون. والنار الحرارة تكون متوسطة الحرارة، ولازم تكون المقلة غير لاصق، ولازم احنا نراقبها. أهم شي المقلة يكون غير لاصق، والتحمير هذا حسب ذوقكم كيف بدكم اياها محمرة. الزينة نضيف فواكه، نضيف عسل، ممكن نعمل شوكولاتة. بنوضع زيت جوز الهند وكاكاو خام 3 معالق وقليل من الفانيلا، والتحلية حسب نظامكم الغذائي، وبنحرككم. هذه هي الشوكولاتة. هذه الشوكولاتة وهذه الكريمة، كريمة جوز الهند مثل هذه العلبة، ممكن نجيبها جاهزة
ونوضع مكسرات أو أي شيء حسب ذوقكم. هيك أصبحت جاهزة. هي كتير روعة، بتمنى أنه أنتم تجربوها. مع السلامة.